بسم الله نبدأ، بسم الله نستعين، وعليه نتوكل، منه سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والسداد والنجاح. أيها الحضر الكريم والأخوة المتابعين في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته بهذا الصباح الجميل، صباحية يوم 12 من شهر 3 2022 للميلاد، ضمن الصندوق المفتوح على أرضية ميدان بوسمرة. بسم الله على بركة الله. قبل قليل أعلنت انطلاقة الأول مشتركات، نتقدم مع الشاهينية ناصر بن مبارك بن زيتون المهيري، من يقدم لنا الشاهينية. انتقل مع المركز الثاني، المركز الثاني شاهينية علي بن محمد برحمة الشابسي، من يقدم لنا الشاهينية مع المركز الثاني، المركز الثالث الوصول مع المركز الثالث. يا سلام يا سلام يا سلام، دخلت بهذا الشوط هذه الشاهينية فرح بن ياسر الشامسي، المركز الرابع قدوما غنيا من قبل الان. الشاهينية حمد بن سعيد بلوتي المحرمي، والمركز الخامس هذا سيد حمد بن سعيد، هذه دخلت الان وصولا من حمد بن سعيد بن مبارك الموصولي مع نجوى، ولكم بالزيتون نتقدم مع بالزيتون مع ناصر بن مبارك بن زيتون المهيري، يقدم لنا الشاهينية مع اول اشواط هذا الصباح الجميل. يا سلام يا سلام، اهالي ميدان بوسمرة، اهالي بنازف يسيطرون مع الشوط الاول، شوط الضباب. واسعد الله صباحك يا ناصر، يا بن مبارك، يا بن زيتون يا المهيري، اشكرك يا حلو اخبارك، يا بن مبارك يا احلى اخبارك، مع الشوط الاول شوط الضباب. ومنتقى الاحباب المركز الثاني، وصلت مع المركز الثاني متابعين الكرام شاهينية فالح بن ياسر الشامسي، المركز الثالث علي بن محمد بن علي بن رحم الشامسي، والمركز الرابع للسيد علي، المركز عفوا المركز الثالث وصلت هيلان مع اللحظات الأخيرة للسيد فالح بن ياسر الشامسي، والمركز السيد حمد بن سعيد بلويت المحرمي مع المركز الثالث، المركز الرابع عند برحمه الشامسي. هكذا متابعينا الكرام، التوقيت الزمني 2:08 تسجل معنا اللي هي الشاهينية ناصر بن مبارك بن زيتون المهيري، واسعد الله صباحك بكل خير.